طيب ازي سالم جسمه سالم سالم تواجهك تقول صابونه زيري سالم يعني سالم اسم سالم انه يرجع من الحروب سالم غير ايش اسمه الحقيقي هو اسمه اول مره الزير اللي بيجيبه لا تذكره وش اسمه الزير سالم وش اسمه لقبة بالزير عشان حاجة ولقبة بسالم عشان حاجة لا اسمه سالم انا اللي يعلمك مو انت اللي تعلم اسم السالم والزير عشان اللي في بالك خليك من رهن عشان لا لا تطلع عليها الشمس ايه تطلع عليها الشمس والرجال لا لا ما هي زي كذا ما هي زي كذا لا المهم باسمه سالم سالم لقب بسالم اسمع لقب بسالم انه يرجع من الحروب سالم ما في شيء مو حتى في المثل ما كان يشارك في الحروب يا في المثل يا ابن حلال انا اتكلم انت شو اسمك لا تكذبني ولا اتكلم اسمع شو الله بس اسمع اسمع وجهك قديم لقبه بالزير لا غلط يا عبد العزيز بعلم عشان حاجه ولقبه بسالم وين انا اتكلم تمام تمام وش اسمه في حول انا اتكلم يلا لقبه بالزير عشان شيء تعرفونه ولقبه بسالم انه يرجع من الحروب سالم لكن اسمه الحقيقي ولقبه بالمهلل انه يهلل الشعر يقول الشعر حاضر بعمار قصيده واجد اسمه الحقيقي وش هو اللي ما يعرف لا يكذب يلا افدنا افدنا ما نعرف وش اسمه هذا سكت والله ما له اول مره يمر علي بحياة سالم لا له اسم حقيقي غير اقول عادي كلها جاوبوا مين ركيز لا لا له اسم بس اصبر ما ممكن ما بيقول اصبر اعطني ركيز هم ركيز والله له اسم اسلم ما عرفنا ما عرفت اسمه ابو هند هذا بنته انا اشهد انه جاب بنت اسمه عدي بن ربيع غلط كفو عليك ولد تعلمني انت لا لا بالتراخي يا اخي معلومات يا اخي انت صح لي ما صح لي طيب ليه ما هي هواش بنت تعال تاكد لا 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 تقول غلط بنت تاكد يعني ما عندك معلومه انا عندي معلومه ان اسمه سالم والزير شفت الزير نطقك لها صح لانك انت تعرف معناها معناها صح المهلهل صح دايم يناديه ها حتى في قصيدته سالم كتبت بسالم ما قال يا الزير سالم قال سالم يا الربع هذا ليه ما قال يا عدي لا تصالح يا الربع صلوا على النبي هذه القاب حتى زي سالم حددني بالعقل اربخ اربخ حددني بالكيس ارد عليك من الكيس ما هل ترى الصادق لاني هل الشعر صادق والزير صادق لانه ما بيجي في وصل ليه طيب اسمع اسمع ما تعب دقيقه ليه طيب سالم ينادي كليب في القصر وفي يقول يا كليب لقب هو خلاص لمس كل لقب لمس كل لأن عرف في سالم فيقول له يا سالم لا تصالح أما لا 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 اسمه الحقيقي عدي بن ربيع يمكن عندك وجهة نظر مو وجهة نظر أنا قاري أنا قاري حنا ما قرينا حنا قرينا قرينا ما فيها المعلومة ذي والله أول مرة تمر علي وش المعلومة كذا ولا فيها طني ملح زير وش اسمه؟ هو اسمه زي سالم ولا المهلل هذه الألقاب صح؟ نعم ألقاب الزير لقب وليس اسم سالم بعد لقب وسالم لقب سالم سالم لقب ها اسمه الحقيقي إذا وجد الماء بطل التيمم إذا وجد ثلاثة ما المتعب كلام علمتهم بالاسم غير الرجيل لا قارين طيب قارين الرجيل الاثنين يرجحون على الواحد ها اسمه اقسم بالله انا ودي بملح ارسل رساله من القريه تكون ابوك شو اسمه شو اسمه ارسل رساله عدي بن ربيع عدي بن ربيع معلم اجل اول مره عدي بن ربيع اسمه اسمع حلو يمكن عزوز يعطيك العافيه رقد رقد الله يرفع ضغطهم كل بور لك سؤال قمت تنهنده لو كنت ببديت مرت واحدة خالد رشيد لا يجيك واحد كذب وهو يقول بنتأكد يا أخي معلومات يا ولد حنا هذا أيوه بس هتكذب أنت ها أنا ما كنت قريت هالمعلومة هذه وأعرف يقولون فيها اختلافات بس سلكي المؤكد 70% إن اسم السالم يا ولد سالم لقب إنه يرجع من الحروب سالم خلاص خدت المعلومة تكلم أنت لأن يده لقد قطعته ورجله لقد قطعته وراسه ما قد انقطع سالم حروب حق الموضوع سموه سالم
حق الموضوع ولد اخوه يرسل اخوه يرسل احنا عارفين انه شجاع شجاعته ما حد اختلف عليها الرجال يحارب 40 سنه يا ريتي شجاع ولا حارب 40 سنه انا سمعتها كذا هي خطا ولا صح ما هي عايش محل اقل اقل ما هو ب 40 طيب صل على النبي اللهم صل وسلم عليه صل على النبي عدي صل على النبي يا الربع وين الحكواتي خلصوا الحكواتي تتم كل ما ورعان كل ما اجي واحد نطلب بكلمه نعتذر قوموا اطلعوا كلكم راح تاخذوا غرفه تابعونا من التلفزيون